معاكم الشيف فيصل محمد الهرمودي. اليوم أنا مشارك في القمة الحكومية، طبعاً أملك مطعم لت. اليوم موجودين هنا كمبادرة من القمة الحكومية، دخلنا جمعية الإمارات التوحد أن يختلطون معنا، وسوينا هالأنواع اللي تشوفونها قدامكم. حاولنا نوصل النكهات الإماراتية بنكهات عالمية. هني عندنا الفلافل بالطحينية الليمون اليابس، وعندنا تارت عبارة عن الحمص بالتمر مع الشامي، وسوينا بعد المضروبة تارت، وسوينا بعد مسخن بهارات إماراتية مع السمن. وغير هذا عندنا الحلويات اللي سويناها، مكرون حلوة، سوينا ميدلاين اللي هو عبارة عن سويت فرنسي، سويناه بالقهوة العربية، سوينا رنجينة تشيز كيك مع القهوة العربية كراميل، وسوينا أهم شيء أول مرة نطلعه اللي هو كريم بروليه فندال. والله الصراحة ما توقعنا هالإقبال الشديد على الأشياء اللي سويناها، وطبعا علي ما قصر معانا ودعمنا واشتغل معانا، وطول الفترة كنا فترة تدريب تقريبا ما يقارب الشهر، وعلي اليوم ما شاء الله الحين يعرف يسوي الأشياء هذه. أنا أسوي مقبلات، مثل مقبلات اللي بالنكهة الإماراتية، هذا مضروبة تشارلز، هذا مقبلات تشارلز، وهذا مع الحمص والبربيان، عندنا الحلا والكراميلا، وكمل نكهة قهوة عربية. أنا حسيت بفخر معكم العالي حكومات مع ناس من المشاركين مع مقبلات مسوين مقبلات الغدم حق الوزراء حق الشيوخ حق العالم، ونقدم مثلنا المشاركة مثلنا الكوفي والقهوة العربية والشاي والكابتشينو وامريكانو.